دبلوماسيون أمريكيون أن الأولوية الحالية للبعثات الأمريكية والدولية العاملة في ليبيا هي مساعدة المجلس الانتقالي على تنظيم انتشار السلاح وحركة الميليشيات في البلاد، لأن استمرار الوضع الحالي يشكل خطرا على الأمن العام هناك. الدبلوماسيون شددوا في المقابل على أن ضمان الحاجيات الأساسية للناس من غذاء وماء ودواء يشكل أكبر التحديات التي تواجه الليبيين والمجتمع الدولي في إدارة مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي. على عكس كافة الحالات السابقة في بلدان كالعراق وأفغانستان، تبدو الحالة الليبية مختلفة تماما. يقول أمب كرادز السفير الأمريكي لدى طرابلس: الليبيون لا يطلبون مالا من المجتمع الدولي لإعادة إعمار بلادهم، لكنهم في المقابل يحتاجون إلى خبرات بقية العالم لإعادة بناء بلد يظهر في لحظة انهيار نظام القذافي وكأنه يحدث خارج التاريخ الإنساني الحديث. We all recognize that this was an issue that needed to be dealt with, and I think the TNC certainly is aware of it. And at some point over the next few weeks, I think you'll see efforts being made to decommission the militias. المنظمات الإنسانية الأمريكية العاملة في بنغازي منذ ما يقارب الشهور الست وفي طرابلس خلال الأسبوعين الأخيرين لا تختلف، والقناعة عندها هي أيضا عن قناعة الدبلوماسي الأمريكي، بل إنها تبدو منبهرة بقدرة الجيل الجديد من الليبيين على الاعتماد على أنفسهم، كما حدث في مبادرتهم لحل أزمة تزويد العاصمة بالمياه في الأيام الموالية لسقوط القذافي. لكن هذه المنظمات تعترف في المقابل أن جهدا كبيرا ينتظر المجتمع الدولي والليبيين على حد سواء لوضع ليبيا على خارطة الدولة الحديثة، لأن ما يحتاجه الليبيون في المرحلتين الحالية والمقبلة يتعلق بكافة تفاصيل بناء الدولة، على اعتبار أن حكم القذافي لم يكن أكثر من دولة كاملة ملحقة بإرادة الزعيم الأوحد. The rebels coming in from the east into the west is raising concern. There's also still issues with water, electricity. من وجهة نظر أمريكية غربية، فإن الأولوية المطلقة الآن في ليبيا هي لتنظيم السلاح وحركة النشطاء المسلحين هناك. أما من وجهة نظر إنسانية، فإن الأولوية هي لمراقبة الحاجيات الإنسانية العاجلة للليبيين، ثم تمة متسع كاف من الوقت للحديث عن بناء الدولة الجديدة والمؤسسات في بلد عاش الأحادية لأربعة عقود وأكثر. رابح تلالي، الحرة، واشنطن. تعقد في